بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا على الانترفيس وقلنا ان بيحصل فيه تغيرات تؤدي الى انقسام الخلية. ليه the cell gets ready to divide؟ دلوقتي ليه الخلية اصبحت جاهزة انها تنقسم؟ لان اول حاجة خالص the cell gets large in size، يعني بعد ما حصل تضاعف في الاورجانيلز وفي تضاعف في الكروماتين او دي ان ايه، فزاد حجم الخلية، وكل خلية لها حجم محدد، وبالتالي بيعمل يحصل initiation و sensitization للسل. لما تزيد عن حجمها المحدد، لو زادت كده يبقى لازم يحصل لها عملية ايه؟ division. يبقى the cell gets ready to divide. Why? Because it gets large in size, because the number of organelles duplicated and the amount of DNA or chromatin replicated or duplicated. Events of the cell division. ايه هي الاحداث الخلوية اللي بتحدث عشان يحصل في انقسام الخلية؟ طبعا قلنا كاريوكينيزيس، كينيزيس حركة عن انقسام النواة كاريو، and cytokinesis انقسام السيتوبلازم. يبقى nuclear cell division ده أول خطوة، لازم الأول المخ ينقسم يبقى فيه اتنين، بعد كده يحصل cytoplasmic division with their organelles بما فيها من عضيات. Mitosis أو الكاريوكينيزيس and cytokinesis lasts from less than an hour، يعني أقل من ساعة نص ساعة to slightly more than 2 hours، يعني ممكن تبقى ساعتين وربع ولا حاجة. Each species has a specific number of chromosomes، هتلاقي في عند كل نوع عنده عدد محدد من الكروموزوم، زي العدد الذري للعنصر مثلا. في الهيومن عندك 46 كروموزوم، fruit fly 8، lotus 14، goldfish 94. This is the normal karyotype، male karyotype، لأن في XY. ده الكروموزوم عندك 23 بير، عندك 23 زوج، منهم 22 بير بيبقوا السوماتيك كروموزوم، 1 بير بيبقى 6 كروموزوم اللي هو رقم 23. الاثنين كروموزومات متماثلة زي ما انت شايف كده في الشكل وفي الصبغات، حتى ده نفس الجينات، نفس التركيب، نفس المكان. يبقى ده الهومولوجس كروموزوم، ده هومولوجس كروموزوم، ده هومولوجس كروموزوم. ده الميل كاريوتايب، وده طبعا من ضمن التحاليل قبل الزواج عشان تعرف اذا كان فيه احتمال لامراض وراثيه ولا لا. During cell division، during cell division يحصل دي ان اي ريبليكيشن، واثناء الدي ان اي ريبليكيشن الدي ان اي از كوبيد، طبعا لازم يحصل تضاعف للدي ان اي، and each chromosome become duplicated. خلي بالك لما اقول لك في دي ان اي ريبليكيشن ما تقوليش ده حصل ريبليكيشن للكروموزوم، لا، كروموزوم نفس العدد ثابت زي ما قلت لك. زي الانسان عنده 46 كروموزوم ما بيزيدوش ولا يقلوا، لو قالوا يحصل كلاين فلتر، لو زاد يحصل كلاين فلتر سيندروم، لو قالوا يحصل داون سيندروم، ولو في مشكله اكتر من كده يحصل على طول يعني ابورشن، عشان يبقى فيه ابنورماليتي في الجنين. لما يحصل فيه عيوب خلقية كتيرة يؤدي إلى إجهاض على طول للجنين، فعدد الكروموزومات ما بيزيدش لكن كمية الدي إن إيه بتزيد. إزاي؟ أدبليكيت الكروموزوم في الحالة دي يبقى كروموزوم مزدوج مش اتنين، is composed of two sister chromatids. يعني sister chromatids are genetically identical meaning that they contain the same gene. أدى الكروموزوم مثلا قلت لك إن هو كان كده، لما يحصل له تضاعف يبقى بدل ما يبقى 1 strand بالشكل ده يبقى أصبح 2 strand ومرتبطين بنقطة كده في النص. الاثنين دول typical من بعض، يبقى ده بسمه ده sister لده، عشان دول sister chromatide. sister chromatide are genetically identical، دول متماثلين وراثيين. ليه؟ because it is a couple from each other، انهم نسخة من بعضهم البعض. Maintain the same gene in the same position. In the same position. The centrioles and other organelles also duplicate. مش بس اللي بيحصل فيه تضاعف للـ DNA، ده كمان الـ organelles والـ centrioles بيحصل له duplication لما الخلية تبدأ تنقسم. ده اللي أنا بقول عليه، ده كروموزوم بيبقى 1 strand اللي هو 1 كروماتيد. لما السيل تبدأ يحصل لها انقسام، يبقى على طول قبل في الانترفيس، قبل ما يحصل انقسام لازم يحصل في دوبليكيشن. ومش دوبليكيشن ان هم يبقوا 2 كروموزوم، يبقى بدل ما عندك 46 كروموزوم يبقى عندك 92 كروموزوم، لا، يبقى عندك 46 كروموزوم لكن بدل ما كان 1 ستراند 1 كروماتيد اصبح دوبليكيتد كروموزوم، يعني بقى 2
strands, two sister chromatid, one copy from the other, genetically identical, and joined together in the constricted point, بيرتبط بنقطة كده بسموها سنترومير أو القطعة المركزية اللي بترتبط بالتو ستراند مع بعضها. لما يحصل انقسام بقى للخلية يحصل إيه؟ ها يحصل ديفيجن للسنترومير الموجود ده ويديك اتنين كروماتيد يرجع تاني كل واحد يبقى إيه نسخة من التاني كده ويبقى سنجل كروماتيد مرة أخرى. The duplicated chromosome strand يبقى ده أو ده. Duplicated chromosome ده duplicated chromosome strand يبقى ده أو ده. ماله is called chromatid. شوف الـ DNA نفسه ده DNA بالشكل ده DNA. لما يبقى ممتد كده يسموه كروماتين، خيوط الكروماتين. لما ينضغط شوية يتحول الـ DNA اللي كان كروماتين يبقى كروموزوم، يبقى منضغط كده يبقى كده بدأ يبقى قدامك على شكل حرف الإكس ده، يبقى ده الـ A الكروموزوم. الكروموزوم ده الوقت اللي هو الدبليكيتد ده، ده ليه ستراند وده اسمها ستراند. في الحالة دي ما يسموهاش ستراند، يقولوا عليها ايه؟ كروماتيد. يبقى فيه كروماتين وفيه كروموزوم وفيه ايه؟ الكروماتيد. The two chromosomes together اللي هما two chromatid يعني مع بعض are called sister chromatids. دول بيسموهم الكروماتيدات الشقائق. قلنا genetically ايه؟ identical because it is ايه؟ copy from each other. سنترومير بقى ده sister chromatids are joined at the same centromere. طبعا السنترومير ده بيربط الايه sister chromatid مع بعضها. طب لو انت عندك واحد تاني كده ده كروموسوم اهو، ده كروماتيد وده كروماتيد، ده سنترومير، ده وده سيستر، لا ده وده سيستر كروماتيد، ده سيستر كروماتيد مع ده سيستر كروماتيد، لكن ده وده، ده وده بسموه نون سيستر كروماتيد. يبقى not joined at the same سنترومير. السيستر كروماتيد join at one the same during the cell division. سيستر كروماتيد separate at this point. يبقى عند النقطة دي بينفصلوا والنقطة دي بيجمعهم مع بعض. ده الالكتروميكروسكوب، ده الكروموزوم دبل ستراند او تو كروماتيد جوين توجذر ات ذا سنترومير، دي سيستر كروماتيد. السنتروسوم بقى في كلمه ثانيه اسمها سنتروسوم بدل السنترومير، اللي هو السنترومير القطعه المركزيه، لكن سنتروسوم الجسم المركزي. لوكيتد ان السيتوبلازم اتاتش تو ذا اوتر سايد اوف ذا نيوكليوس، قلنا عليه قبل كده. جاست بيفور ميتوزس، قبل ما يحصل ميتوزس يحصل السنتروسوم دوبليكيتد، وهو عباره عن ايه؟ two centriole قلنا one right angle to each other بالشكل ده، ده centriole ده centriole اللي مع بعض كده بسموهم ايه؟ السنتروسوم الجسم المركزي. يحصل تضاعف قبل الميتوزس and the two centrosomes move apart، يبدا يتحرك للجزء ده من القطب من الخلية وده يروح للقطب الثاني من الخلية، ما هم بقوا ايه؟ ما هم تضاعفوا كده بالشكل ده، يبقى ده يروح هنا وده يروح هنا. بعد كده يبقى ده to the opposite poles of the nucleus. بعد كده as mitosis proceeds وكل ما يتقدم الميتوزس الميكروتوبيولز grow out from each of the centrosome forming an array called aster، يطلع كده من الجزء ده اللي قلنا هو بالشكل ده كده راح للقطب ده، وفي الخلية هنا خالص اهو واحد تاني خالص اهو، ده هنا ايه السنترومير التاني، يبدأ يطلع فيه ألياف أو ميكروتوبيولز صغيرة كده بيسموها ايه؟ أستر، شكل النجمة كده فبسموها الأستر. لكن لما تستطيل شوية وتديك ألياف طويلة كده يسموا الألياف الطويلة دي إيه في الحالة دي إيه؟ يسموها الميكروتوبيولز كلاستر توجذر تو فورم أسبايندل فايبر. الطويل ده اسمه سبايندل فايبر، ده يعمل إيه ده؟ ده يرتبط مع مين؟ مع الكروموزوم آت السنترو مير في الكينيتوكور. ده باختصار ده التو سنتريولز مع بعض كده بسموها سنتروسوم، وده الشورت مايكروتوبيولز هم الاسترز، ولما يحصل له كلاسترز والانجيتد يسموه سبايندل فايبر. تو موف ذا كروموسوم ديورينج السيل ديفيجن، ده فائدته انه بيحرك الكروموسومات اثناء انقسام الخليه. نتكلم على حاجه ثانيه اسمها ديبلويد اند الهابلويد. ديبلويد معناها دبل، يعني هابلويد يعني هاف. يبقى ديبلويد نمبر اوف كروموسوم في الخليه العاديه السوماتيك العاديه لازم يكون 2n، ارمز لي 2n، والهابلويد نمبر اللي هو ال 1n. لما يبقى عندك خلية أقول لك 2N تعرف إن فيها full set of complement chromosome. ليه complement؟ لأن الكروموسومات بتيجي من الأب وبتيجي من الأم، فالنص هنا بيكمل النص اللي هنا، عشان كده بسموه full set، مجموعة متكاملة من الكروموسومات found at any somatic cells of the organism. طيب
مثلا في الإنسان 46 يبدأ إيه ده؟ ده الفول سيت اوف كروموزوم، كومبلمنت كروموزوم، في 23 23 من ال من ال 23 من الميل و23 من الايه الفيميل. طيب الهابلويد نمبر ان يبقى بس فيها ايه الهاف نمبر اوف كروموزوم فاوند ان ذا بلو سيلز اند ذس فاوند ان ذا جيرم سيل او السكس الخلايا الجنسيه هاف هابلويد نمبر اوف كروموزوم، قلنا بيبقى 23 زي السبيرم او الايج، زي السبيرم او الايج. فور اكزامبل زي ما بقول هيومن تشيك سيلز، خليه مثلا الخد في جسمك، دي خليه سوماتيك، خليه جسديه، كل خلايا جسمك خلايا جسديه ما عدا السبيرم والاوفا والسكس سيلز، ودي تديك اللي هو 46 كروموزوم فيها ديبلويد نمبر، لكن السبيرم او الايج اللي هي السكس سيلز فيها 23 كروموزوم، ودي تبقى هابلويد نمبر اوف كروموزوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.